توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله رب العالمين، يا رب يا إلهي، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن سائر الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها. يا رب أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، فأنت الملك الله، سبحانك ولا تقال إلا لك، خلقت الكل فأحصيتهم عددا، ورزقت الكل فلم تنسى أحدا. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا من وجهه محجوب وأسماؤه مطلوب، مؤلفا للقلوب يا الله. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين. أحبابي، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوحدوا الله وصلوا على نبيكم المختار. الله، تعالوا بنا لنتكلم اليوم من كرم الله سبحانه وتعالى علينا، وخاصة حينما يتوب الإنسان، وخاصة في عفوه وجوده وفي غفرانه عز وجل. أحبابي، فهو الذي قد قال في سورة التحريم ونادى بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. انظر، وقد قال أيضا: لك يا من تريد أن تتوب، في سورة الزمر قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، هو الذي يأمرك، خلي بالك، الله الذي هو مستغني عنا، نحن المحتاجون إليه، ومن كرمه ومن جوده
هو الذي ينادينا وهو الذي يأمرنا بالتوبة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. انظر من كرمه أيضا يحذرنا من العذاب. تعالوا بنا أحبابي لنأخذ من الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية عن كرم الله سبحانه وتعالى وجوده وعفوه ورضاه. ولكن أريد أن أقول شيء ونعرف شيء. أولا تعالوا بنا لنعرف أولا ما الفرق بين العفو والمغفرة، ما الفرق بين العفو والمغفرة. أولا العفو أبلغ من المغفرة، فالمغفرة معناها ستر الذنب. الله أكبر، ستر الذنب يعني يستر الذنب، لكن هو الذنب موجود في الصحيفة لكنه مكتوب عليه قد غفر له. جميل. معنى العفو، ومعنى العفو هو محو الذنب، محو الذنب. الله أكبر، إزالة الذنب. ومعنى العفو أيضا الرضا بعد العفو. انظر، العفو معناه الرضا بعد العفو، أي الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويعطيك ثم يرضى ثم يسامح بغير سؤال، فكيف إذا سألت؟ الله أكبر. أخي الحبيب، انظر إلى هذه الأحاديث الجميلة الرقيقة الرقراقة. انظر، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: ما من يوم إلا ويستأذن البحر ربه فيقول: يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك. وتقول السماء: يا رب ائذن لي أن أطبق على ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك. وتقول الأرض: يا رب، تقول الأرض: يا رب ائذن لي أن أبتلع ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك. انظر إلى الرحيم يقول لهم: لا دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. الله ملك الملوك. يا أحبابي، الأرض والسماء والبحار اشطئن من الذنوب اللي احنا بنعملها، لكن الرحيم هو من؟ الله عز وجل. انظر، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني غفرت لك. يا ابن آدم،
يا ابن آدم من الذي ينادي؟ الله. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر انظر أيضا إلى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليرفع يده إلى السماء فيقول: يا رب، فتحجب الملائكة صوته، فيقول الثانية: يا رب، فتحجب الملائكة صوته، فيقول الثالثة: يا رب، فتحجب الملائكة صوته، فيقول الرابعة: يا رب، فينادي الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ويقول: إلى متى ستحجبون صوت عبدي عني؟ لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي. شفت العدل بتاع ربنا وصل لحد فين؟ العبد قال يا رب أربع مرات، العبد قال يا رب أربع مرات، ربنا قال لبيك عبدي أربع مرات. الله أكبر. انظر أيضا إلى هذا الحديث، يقول الله تبارك وتعالى، يقول: إن عبدي يلتمس مرضاتي منذ فترة. الله. فتقول الملائكة: يا رب، تقول الملائكة: يا رب، إنه فعل وفعل وفعل وفعل. فيقول الله تبارك وتعالى: ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. الله أكبر. وانظر أيضا إلى هذا الحديث الجميل، قال الله تبارك وتعالى، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما غضبت على أحد أعظم من غضبي على عبد أتى معصية فتعاظمها في جنب عفوي. يعني إيه الكلام ده؟ اللي بيقول أنا عملت ذنوب ربنا عمره ما يغفرها لي، في ناس بتقول الكلام ده. أيوة، الناس اللي بتقول وتحكم على الناس وتقول أنت لا يدخلك الله الجنة، لا يدخلك الله الجنة، ستدخل النار، هل أنت تعلم الغيب؟ هل أنت تعلم الغيب؟ مش ممكن ربنا يغفر له؟ مش ممكن ربنا يهديه؟ يا أخي لا تقول ذلك. يا أحبابي اتقوا الله سبحانه وتعالى واخلصوا العمل لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد سارت دموع العارفين والعاشقين تسيل،
هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. أحبابي، انظروا إلى هذا الحديث أيضا. قال الله تبارك وتعالى: عبدي خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تخالفني وتعصاني، فإن عدت إلي وتبت، فإن رجعت تبت عليك، فمن أين تجد إله غيري وأنا الغفور الرحيم؟ الله أكبر. انظر إلى هذا الحديث أيضا، قال الله تبارك وتعالى: خلقتك بيدي وأنشأتك من العدم إلى الوجود. انظر انظر، أسترك ولا تخشاني، أرزقك وأنت تنساني. من الذي يتكلم يا عباد الله؟ أرزقك وأنت تنساني، أستحي منك ولا تستحي مني. من ذا الذي ترق بابي فلم أعطيه؟ من ذا الذي طلب مني فلم ألبي له؟ من ذا الذي دعاني فلم أستجيب له؟ من ذا الذي أقرع بابي فلم أستجيب له فأغلقت بابي في وجهه؟ من أعظم مني جودا؟ أبخيل أنا فيبخل علي عبدي؟ فعلا، من ذا الذي ترك باب الملك ورده؟ من ذا الذي ترك باب الملك فرده؟ من ذا الذي قال يا رب؟ فالله سبحانه وتعالى لم يستجيب له. أحبابي، انظروا أيضا إلى هذا الحديث، قال الله تبارك وتعالى، قال رسول الله، ما تصلى على حبيبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أي في خبر، يعني في خبر عظيم، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أرزق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، أخلق ويعبد غيري، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلي، أهل مغفرتي، أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، أبتليهم بالنصائب لأطهرهم من المعايب، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا فأنا طبيبهم. من الذي يتكلم يا عباد الله؟ فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا فأنا طبيبهم. من أتاني تائبا منهم ناديته من بعيد، مش هيستنى، أما أنت اللي تجيله هو هيناديك. من أتاني تائبا منهم
ناديته من بعيد، ومن أبوا ناديته من قريب، أقول له أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ ألك رب سواي؟ ألك رب سوى الله؟ ألنا رب سوى الله؟ ألنا إله سوى الله؟ ألنا حبيب سوى الله؟ ألنا طبيب سوى الله؟ نحن المقصرون، الحسنة عندي تكملة الحديث، ألك رب سواي؟ الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني لغفرت له. يا إخوانا، والله حتى كلمة العفو لا تأتي في القرآن إلا بعد مصيبة أو في مصيبة. فانظر، وسنختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. انظر، قال الله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وانظر أيضا إلى سورة النساء، انظر: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وهذه الآية للذين تركوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، الصحابة الذين تركوا الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. يا أخي الحبيب، اتق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كريم. وأقول لك: إذا كان الذين كفروا يقول عليهم الله: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا أحباب، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سيدنا جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد، اسمع، قال له: يا محمد، الله سبحانه وتعالى يخيرك ما بين أن يعطيك مثل جبل الصفا ذهبا خالصا، يعني ذهب خالص مش مغشوش، ذهبا خالصا، والخيار الثاني أن يعفو عن أمتك. فماذا اختار الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اختار العفو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. تعالوا بنا سندعو الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
اللهم يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، الذي إذا دعوناك ربنا بهما أجبتنا، وإذا سألناك ربنا بهما أعطيتنا. يا رب نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله لنا يا ربنا شفيعا يوم القيامة. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما ببركتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم فرج عن مصر ما هي فيك. اللهم فرج عن مصر ما هي فيه. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاشغله في نفسه واجعل الدائرة تدور عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا، وأهلكه يا ربنا، وانتقم منه وارنا سيف انتقامك فيه. فأنت الذي قلت وقولك العزيز ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم أمننا في أوطاننا وكل بلاد المسلمين، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، ونسألك النصر على الأعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والصالحين والأولياء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، وارفع عنا هذا الغلاء، وارفع عنا هذا الوباء. اللهم فرج كروبنا وأصلح ذات بيننا واجمعنا على كتاب الله وعلى سنة نبينا. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم أمهاتنا وآبائنا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم
اللهم اقض لنا حوائجنا يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين أعط كل سائل منا سؤله اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم أذقنا حلاوة الإيمان اللهم أذقنا حلاوة الإيمان جد وتعطف وتلطف وتكرم علينا بنظرة منك ترضينا وترضى بها عنا وتسعدنا بها في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واسألوه يغفر لكم وأقم الصلاة. ذوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.